معلومة طقسية. طقس صلوات اليوم سنوي. صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة السادسة. الصوم لا يصام لأنه فطر كامل. الألحان فاي بيبي وطيشوري، ويقال لأنك أتيت وخلصتنا. القراءات تقرأ فصول اليوم من القطمارس السنوي. الأوشية الموسمية المياه. التوزيع المزمور الماء والخمسون والمدائح بالطريقة السنوي. ختام الصلوات اسمه إنمو إمفيارو بارك مياه الأنهار. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم الثامن عشر من شهر مصر المبارك، أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 52 للشهداء 336 ميلادية، تنيح البابا ألكسندروس بطريرك القسطنطينية. قد نالت هذا القديس شدائد بسبب هرطقة أريوس، فقد بذل يوسبيوس القيصري جهدا لعودة أريوس لشركة الكنيسة، لأن أريوس ادعى أنه تاب. فصدق الإمبراطور هذا الادعاء وأرسل إلى القديس ألكسندروس رسالة خاصة لقبول أريوس في شركة الكنيسة المقدسة. فأجاب على رسالة الإمبراطور بأن الذي جرده مجمع مسكون من رتبة الكهنوت لا يملك حق إعادته إلى رتبته الكهنوتية إلا مجمع مسكوني. وقد صلى البابا ألكسندروس مع القديس يعقوب أسقف نصيبين لكي يبعد الله هذا الخطر عن كنيسته. وفي اليوم التالي أخذ الهراطقة زعيمهم أريوس وطافوا به في شوارع المدينة، فشعر أريوس بمغص شديد فدخل مرحاض عام حيث انسكبت أحشاؤه خارجا ومات. وفرح القديس باستجابة الله للصلاة، وبعد أن حافظ على الإيمان المستقيم وعلى الكنيسة من البدع والهرطقات تنيح بسلام. بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا استشهد القديس ودامون الأرمنتي، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. من مزامير يابين داود النبي، بركاته على جميعنا، فليرفعوا في كنيسة شعبه، وليباركوا في مجلس الشيوخ، جعله بوة مثل الخراف، يبصر المستقيمون ويفرحون هللويا. الإنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطائر، بركاته على جميعنا. الحق الحق أقول لكم، إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف، بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص.
وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها. ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. هذا المثل قاله لهم يسوع، وأما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به. فقال لهم يسوع أيضا: الحق الحق أقول لكم، إني أنا باب الخراف، جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعا. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويسبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكن لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبددها. والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خصتي وخصاتي. اعرفني كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب، وأنا أضع نفسي عن الخراف، ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمعوا صوتي وتكونوا رعية واحدة
وراع واحد. والمجد لله دائما. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. تحل نعمته وبركاته إلى أبد الآبدين آمين. اليوم الاثنين 24 أغسطس 18 مصر 1736 للشهداء. وقراءة هذا اليوم يا أحبائي وإخوتي بتتحدث عن الإيمان وتحمل الألام. فنجد في إنجيل العشية في إنجيل القديس متى البشير الإصحاح 16: ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل التلاميذ قائلا: ماذا يقول الناس في ابن الإنسان؟ من هو؟ فهم قالوا: قوما قالوا يوحنا المعمدان، وقال آخرون إيليا، وقال آخرون أرميا أو واحد من الأنبياء. وقال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. هذا هو إيماننا بالسيد المسيح، إن احنا نؤمن إن السيد المسيح الذي تجسد ونزل على الأرض وأخذ جسدا ناسوتيا من السيدة العذراء هو ابن الله الحي القدوس الذي نؤمن به. وعلى هذا الإيمان أجاب يسوع وقال لبطرس: طباك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك هذا، ولكن أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. المقصود هنا الإيمان بالسيد المسيح وعمل الخلاصي، هو ده الصخرة اللي بتبني عليها الكنيسة، وهذا الإيمان القويم والسليم. وأيضا نلاحظ بعد ذلك يا إخوتي إنجيل القديس يوحنا البشير في باكر بيقول: وبهذا أوصيتكم حتى تحبوا بعضكم بعض، إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. الإيمان القوي اللي احنا نؤمن بالسيد المسيح أنه هو الله القدوس سوف يقابله حروب من العالم، حروب من عدو الخير. فالحرب التي تشن علينا لا تشن من أجل ذواتنا، ولكن من أجل السيد المسيح. وإذا كنا نتألم فاحنا نتألم في المسيح الذي تألم من أجلنا. فالشيطان بيحاربنا في المسيح، فعشان كده لا نتعجب يا إخوتي حينما نجد في قلاقل ومشاكل على الكنيسة أو على أي مسيحي ونقول لماذا كل هذا. طبعا مفهوم أيضا إن هذا السبب هو إيماننا بالسيد المسيح، وإن السيد المسيح اخترنا في وسط هذا العالم لكون خاصة له. فهذا عظمة وجاء، وشيء طبيعي إن العالم الذي يمشي في الشهوات ويمشي في الرذيلة ويمشي في متاهات العالم لا يقبل أن يكون في إنسانا كارزا باسم سيد المسيح، ويمشي في الفضيلة ويمشي في التوبة والجهاد الروحي. ثم بعد ذلك ننطلق إلى البولس ورسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الإصحاح الرابع، فيقول: فإننا لسنا نكرس بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربنا، ونحن أيضا عبيد لكم من قبل يسوع. لأن الله الذي قال أن يشرق نور من الظلمة هو الذي أضاء في قلوبنا نور معرفة مجد الله. من الملاحظ إن هو إن القديس بولس الرسول بيتحدث دائما عن آلامه المستمرة بكونها تطابق آلام المسيح الذي تألم المسيح من أجلنا. فهذا حياة الشركة وحياة الحب بين الإنسان وبين الله، بين الإنسان وبين السيد المسيح الذي تألم من أجلنا. فالقديس بولس الرسول بيقدم نفسه الرسول المتألم، لأن في خدمته تألم كثيرا وحسب
كل هذا نفايه من اجل محبه السيد المسيح. ثم ننطلق بعد ذلك الى الكاثوليكون، وهي رساله القديس بطرس الاولى الاصحاح الثاني، وهو يتحدث عن علاقه المسيحي وايمانه ان هو لابد ان ينفذ الوصايا الارضيه، بمعنى اذا كان في احد الولاة وفي قوانين في البلد لابد ان ننفذها محبه في السيد المسيح، وان نخضع لهم بكل محبة، لأن طبيعة المسيحيين هي طبيعة مسالمة وتخضع إلى القوانين الأرضية. والسيد المسيح أعطانا مثلا حينما وقف وقال لمن هذه الصورة، قالوا لقيصر، فقال اعطوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر. ثم بعد ذلك ننطلق إلى الإبراكسيس، وهو سفر أعمال الرسل الإصحاح 20، وهو بيتحدث ومن ميليتس أرسل إلى أفسس واستدعى أحبار الكنيسة، فلما جاء إلي قالوا أنت تعلمون من أول يوم أتيت إلى آسيا كيف كنت معكم كل هذا الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع والتجارب التي أتت علي بمكائد اليهود. هنا أيضا القديس بولس الرسول بيؤكد مرة أخرى إن الإيمان القويم والإيمان السليم ويقابله تجارب، فعلينا أن نتحمل هذه التجارب بكل شكر وبكل محبة في المسيح. وإذا كنا نتألم فإحنا نتألم من أجل المسيح الذي تألم المسيح من أجلنا. فقال أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة بتجارب أصابتني بمكايد اليهود. فيقول القديس يوحنا الذهبي الفم إن الرسول في خطابه هذا لخصوص الكنيسة أو المقصود بها الأساقفة أو شيوخ الكنيسة، إن هو بيتكلم على أمرين، الحب والثبات والجلد، إن كل ما قدمه في خدمته كله من أجل الله وليس من أجل هدف آخر، وليس من أجل إن الناس تلتف حوله، ولكن كله من أجل مجد ربنا يسوع المسيح وتأسيس الكنيسة. عشان كده نلاحظ إن السنكسار هيتحدث عن نياحة القديس ألكسندروس بطريرك القسطنطينية، وهذا القديس قاوم هرطقة أريوس، وده اللي بيأكد إن الإيمان القويم السليم بيقاوموا بعض الأشرار، وممكن يكون هرطقات وتكون سببها ناس داخل الكنيسة. فالقديس ألكسندروس وهو بطريرك القسطنطينية وقف وقوفا عظيما ضد أريوس، وحمى الإيمان المسيحي من أي تشوه أو من هرطقة أريوس. أخيرا يا إخوتي ننطلق بعد ذلك إلى إنجيل القداس، وهو إنجيل القديس يوحنا البشير الإصحاح العاشر، ويقول عن الراعي الصالح. نعم نهتم بالراعي الصالح، لأن الراعي الصالح يقود رعيته إلى الخلاص. فدور الراعي هنا يا إخوتي يتمثل في الراعي الصالح، وهو مثل جميل جدا السيد المسيح قاله. والفرق بينه وبين الراعي الصالح والسارق، دايما الراعي الصالح رعيته تعرفه. ويمكن من الملاحظ ان السيد المسيح تكلم على الخراف. لماذا الخراف؟ الخراف بطبيعتها مسالمة، والمسيحيين بطبعهم مسالمين، نتبع السيد المسيح حينما يذهب، ودائما المسيحيين يتبعون المسيح اينما يذهب. ثم اهتمام الراعي برعيته، دايما بيهتم بأكلهم وبشربهم وبحياتهم وبكل حاجة تخصه. ومن الملاحظ ان الخراف ما بتروحش ناحية المياه وتشرب من نفسها، لابد ان الراعي هو اللي ياخدها. فاذا كان هنا السيد المسيح اعطانا الينبوع ان احنا نشرب مثل السامرية حينما قال انا ينبوع الحياة وينبوع الماء. ثم بعد ذلك ان الخراف لا تقدر ان تدافع عن نفسها، دي طبيعتها، لا تقدر أن تدافع عن نفسها، لابد أن الرابع هو اللي يدافع عنها. ودي الآية الجميلة، الرب يدافع عنكم وأنتم صامتون. فنلاحظ أن المسيحيين مسالمين بطبيعتهم ولا يقاومون الشر بشر. وبعد ذلك نقدر نقارن بين السيد المسيح والراعي في اختيار هذا المثل، أن الراعي هو صاحب القطيع وهو اللي بيخاف على القطيع، والسيد المسيح بذل حياته من أجل البشرية كلها. في الرعية بيتحرك الراعي أمام الخراف، ده في هذا المثل، ولكن بالطبيعي أن الراعي بيمشي بعد الخراف،
ولكن هنا نجد أن السيد المسيح هو الذي يسير أمامنا والقطيع يسير خلفه، لأن السيد المسيح هو الذي يقود الكنيسة إلى كوكب نصرته. ثم نجد أن الراعي دايما بيمسك العصا وهي عصا الرعاية، ونلاحظ أن القداسة البابا والأباء الأساقفة بيمسكوا العصا لأن هي دي رمز عصا الرعاية والمحبة والحنو الراعي على رعيته. أخيرا يا إخوتي، نؤكد أن الإيمان الراسخ والإيمان الأرثوذكسي السليم الذي تسلمناه من أبائنا الرسل وتسلموه من ربنا يسوع المسيح دائما بنحافظ عليه ونتحمل الألام مثل أبائنا القديس أثناسيوس الرسيل والقديس ألكسندروس كما ذكرنا اليوم في السنكسار تذكار لنياحته، أن دائما بيقفوا وقوفا قويا أمام كل ما هو يشوه الإيمان المسيحي القويم الأرثوذكسي. وأيضا نتعلم من القديس بولس الرسول أننا سوف نتألم في كرازتنا وإرساليتنا التي نبشر بها باسم ربنا يسوع المسيح. لماذا دائما يحاربنا العالم؟ لأننا ولاد لربنا يسوع المسيح. الشيطان يقوم بحرب ضد ربنا يسوع المسيح، ولكن في مين؟ في صورتنا إحنا ولاد السيد المسيح. فلا نتعجب لماذا يكرهنا البعض ولماذا يقوم البعض بقلائل ضدنا وهكذا، ولماذا ولماذا ولماذا؟ والإجابة لأنهم لا يحبون المسيح رب المجد يسوع المسيح، أما نحن فإحنا نحبه وعطانا الرعي والرعية في المثال الجميل الذي قدم في إنجيل القداس ليؤكد أن الراعي دائما يحب رعيته ويحوط عليهم ويعرفون صوته. نعم نعرف نحن صوت ربنا يسوع المسيح، والمسيح يستجيب لصلواتنا وإلى تقدماتنا التي نقدمها كل يوم من جهاد روحي ومن صلوات ومن أصوام ومن أموال ولادنا المسيحيين، وللمجد الدائم إلى الأبد الآبدين آمين.